بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر وناسها. النهاردة معانا نائب من أقصى الجنوب قدم العديد من طلبات الأحاطة، لم يتوانى في خدمة أهل دائرته. من أهم طلبات الأحاطة اللي قدمها كانت طلب أحاطة مشكلة مصانع الورق، وقدم حلولا لعلاج المشكلة وحفظ حقوق العاملين والحفاظ على صناعة الورق المحلي من عبث المستوردين. أيضا قدم طلب أحاطة لمشكلة الصرف الصحي بمركز إدفو، وطلب أحاطة المستشفى إدفو العام. حضر العديد من مجالس الصلح في قضايا الصقر، كذلك لم يكتفي بهذا القدر فقط بل خاض حربا شرسة ضد غلاء الأسعار، فقام بعمل منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة حتى وصل سعر الكيلو لسبعين جنيه، كيف لا وهو نائب أسوان سيادة النائب حسن سيد خليل، نائب أسوان عن محافظة إدفو وعضو لجنة الصحة بالبرلمان وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان. منورنا النهاردة معانا في برنامج مصر وناسها، نورتنا يا فندم. أهلا وسهلا. إحنا سعداء طبعا بوجود حضرتك معانا في البرنامج النهاردة. لما أجي أتكلم عن محافظة أسوان ولما أجي أتكلم عن مؤتمر الشباب اللي كان الأسبوع الماضي في المحافظة، كان المؤتمر عن أسوان والتنمية المستدامة في أسوان وأسوان بوابة للسلام. اشمعنى أسوان بالذات التي تم اختيارها لإقامة المؤتمر؟ أولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يعني يمكن الأيام اللي فاتت كانت هناك طبعا منتدى ومؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ترأس هذا المؤتمر الكبير الذي عقد بأسوان في حضور زعماء الدول ورؤساء الدول الأفريقية. وكان طبعا مدينة أسوان هو مقر لهذا المؤتمر. ولما نتحدث عن هذا المؤتمر ولماذا أسوان ولماذا هذا التوقيت تحديدا وإيه الهدف من هذا المؤتمر، طبعا لو تحدثنا عن أسوان وأهمية محافظة أسوان كمعبر طبعا بالنسبة لأسوان وعلاقتها بالجوار الأفريقي، وهي طبعا تعتبر بوابة أفريقيا. مصر لأفريقيا، وطبعا هي يعتبر البوابة الجنوبية لجمهورية مصر العربية للدول الأفريقية والمنفذ بتاعها. طبعا برضو بالنسبة لمصر هنعتبر أن أسوان هي طبعا بداية نهر النيل العظيم الخالد الذي يمر من بداية من الذي طبعا ينبع طبعا ينبع من الـ من الـ من أفريقيا بداية بأسوان ويمر إلى محافظات مصر بالكامل. ده مدلول تاريخي لدى كل المصريين. تمام. الرسالة التي أراد أن يوجهها الرئيس من مؤتمر أسوان كانت إيه؟ وطبعا سيادة الرئيس، هو طبعا زي ما قلنا أن أسوان وأفريقيا الفترة اللي فاتت دي طبعا شهدت سلسلة من الانقسامات والخلافات القبلية والصراعات في داخل الدول الأفريقية بينهم وبين بعضيها، وفي داخل الدولة الواحدة كان هناك صراعات أدت إلى انتشار الإرهاب بصورة قوية، أدت إلى انتشار الأسلحة، أدت إلى ظهور الفتن، أدى العمد عدم الأمن والاستقرار في هذه الدول الأفريقية إلى عدم التنمية طبعا. لأنه طبعا الأمن والأمان دائما هو مرتبط بالتنمية. على البلاد طبعا. فطبعا دي كانت رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل دول أفريقيا. تمام. أن يكون هناك استقرار وأمن لهذه الدول، وذلك للحفاظ وذلك للوصول إلى التنمية المستدامة. هذه التنمية التي لو تحققت بفضل هذا الأمن والأمان سيكون هناك لها دافع قوي لكل الدول من حيث التنمية والانتماء. تمام. برضو لما أجي أتكلم عن التوصيات التي خرجت من المؤتمر، وطبعا هو كان القصد من هذا المؤتمر زي ما قلت حضرتك هو طبعا أن هو طبعا لابد أن يكون هناك تكاتف، يعني تكاتف ما بين هذه الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر، أن يكون هناك طبعا، وده يمكن يعتبر تتشيل لأول مؤتمر لهذا السلام. بعد المؤتمر مباشرة كان في منتدى شباب العالم أيضا. لا أنا يعني قصدي حضرتك أن هو طبعا كان من ضمن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية المؤتمر، أن هو كان عايز يوصل رسالة أن هو طبعا إن شاء الله سيكون هناك مركز في مصر للدول الأفريقية، أي دولة أفريقية سيتم الانتهاء من هذه الصراعات والخلافات وبداية أعمارها وتنميتها يبقى من خلال مركز موجود في مصر بالكامل، والمركز ده يبقى فيه مفكرين واقتصاديين
وذلك الوصول للتنمية الحقيقية لكل دول أفريقيا، خاصة في الظروف اللي احنا بنعاني منها من مشكلات إرهاب ومشكلات مياه وكثير من المشكلات الأفريقية. يبقى هناك اتفاقية ما بين الدول بالكامل، وبعد كده علاقتنا بالدور الأوروبية والخارج الدول الأفريقية، يبقى هناك لغة المصالح بينه وبين بعضنا. تمام. كان في بعد مؤتمر أسوان منتدى شباب العالم، فكنت عايزة برضو أعرف رأي حضرتك في منتدى شباب العالم. وطبعا ده يعني هو مؤتمر بيعقده سيادة الرئيس كل سنة في أماكن مختلفة، وطبعا الهدف منه كان طبعا هدى منتدى الشباب، وفي طبعا بيضع رؤية مستقبلية لوضع الدولة والرؤى التي تظهر في هذا المؤتمر، بوجود طبعا مجموعة من الشباب المثقف الذي يضع رؤيات معينة. وفي الآخر طبعا ده يعتبر ملتقي شبابي، ده شيء مستحسن جدا جدا، بيلاقي قبول لدى الشباب، سواء الشباب أو شابات بالكامل. وحتى بنجد هناك صراع ما بين الشباب، في كل منهم يريد أن يمثل نفسه لحضور هذا المؤتمر لما له من أهمية طبعا قوية في داخل الدولة. ما زلنا طبعا في بوابة مصر الأفريقي أسوان، ولما أجي أتكلم عن اهتمام السيد الرئيس بمحافظة أسوان كانت إزاي؟ وطبعا ده من ضمن الحاجات اللي فعلا ان احنا طبعا لابد لسيادة الرئيس ان هو بيديها اولويات هامه، هو انه ينظر الاسوان لكذا طبعا مفهوم. اسوان لو نظرنا اليها باعتبار ان هي طبعا بوابه لافريقيا، لو نظرنا لاسوان ما حبها الله طبعا وما وضع فيها من امكانيات طبيعيه وثروات معدنيه وثروات محجريه وزراعات ومياه، أدى إلى وطاقات كهربائية من خلال الطاقة الشمسية، وهناك ثروات كثيرة في أسوان. جعل من سيادة الرئيس أن هناك لابد أن يكون هناك تنمية حقيقية في أسوان، وباعتبار أن هذه التنمية الموجودة، ما أنا عايزة أتكلم عن الثروات الموجودة في أسوان كيف بيتم استغلالها؟ هو طبعا حضرتك الثروات الموجودة في أسوان ثروات كثيرة، وإحنا طبعا برضو يعني رسالة من خلال قناتكم المحترمة أن إحنا بندعو كل رجال الأعمال والمستثمرين أن ينظروا إلى أسوان نظرة حقيقية، وأن يستفيدوا من خياراتها الموجودة. ودائما احنا بنتحدث في كل لقاءاتنا، ودائما بنعمل دعوات لكل الناس أن أسوان مليئة بالخيرات والخامات الطبيعية. أسوان يعني ممكن أعمل فيها أكثر من مصنع للحديد، لوجود المادة موجودة فيها في أسوان، الخام للحديد موجودة، أكثر من 14 أو 13 مادة محجرية بيتم إرسالهم من أسوان للمصانع في العاشر من رمضان وغيرها، يتم تصنيعهم ثم يتم عودتهم إلى مصنعين. إيه المانع أننا أعمل مناطق صناعية وأجذب مستثمرين وأخلي المستثمرين هم يعني يجوا أسوان نفسهم يعملوا المصانع ويعملوا هذه الخيرات ويستفيدوا من هذه الإمكانيات، بدل ما أنا ألاقي كل يوم مئات العربات الكبيرة المحملة بالحجار والجرانيت والرخام، وفي ارهاق للمصنع، وفي تكلفه اصلا احنا تكلفة ممكن نوفر كل ده، وتؤدي الى انهيار الطرق بالنسبه لنا. هتلاقي كل الطرق موجوده يعني شبه يعني فيها مشاكل كبيره، هتلاقي الطريق نفسه عربيات كبيره طبعا بتنزل فيها. فاحنا طبعا بندعو من خلال هذا المؤتمر ومن خلال كلمه سياده الرئيس، ويمكن هذه الدعوه لسياده الرئيس ان هو بيدي دعوه للمستثمرين ان هم يستثمروا في اسوان، لان فيها خيارات كبيره. النهارده انا عندي ثروات معدنية، عندي ذهب، عندي ثروات زراعية بصورة، عندي مشروعات طاقة شمسية، ويمكن تم افتتاحه من خلال رئيس مجلس الوزراء في تزامن مع هذا المؤتمر، ويمكن عمل نقلة كبيرة في مشروعات الطاقة، وتم تحميل هذه المشروعات الطاقة من خلال الطاقة الشمسية إلى طبعا الكهرباء، محطات الكهرباء. كل هذه الخيرات، الثروات السمكية التي لابد أن يكون هناك فيها برضو نظرة من كافة المسؤولين. أنا هرجع أتكلم تاني عن أسوان وتصنيف أسوان دولة زراعية ولا دولة صناعية، ولكن كنت عايزة الأول أتكلم عن طلبات الأحاطة اللي حضرتك قدمتها. كانت من أهم طلبات الأحاطة كانت مشكلة الصرف الصحي بمركز إدفو ومستشفى أسوان، وكان مستشفى إدفو العام، مستشفى إدفو العام. وكانت أيضا مشكلة صناعة الورق المحلي بالمحافظة. أنا معايا تقرير جاهز يا أستاذة رانيا، التقرير. طيب هنطلع نشوف التقرير اللي عامله أستاذ الرشيدي خالد الرشيدي، ونرجع نكمل حديثنا مع سيادة النائب.
احنا حاليا عندنا المشكله في التدفقات الماليه. يعني المستشفى محتاجه 250 مليون عشان تقدر تشطب وتتسلم طبقا للسكادول المعمول ليها عشان منظومه التامين الصحي. التدفقات الماليه مأثره على المشروع، وتاخر صرف المستخلصات برضه مأثر على المشروع. انا عايز اعرف ميزانيه الصحه في اسوان طوال الست سنوات كانت بتتوزع ازاي؟ مركز ايد في 600 الف نسمه، عدد الاسره في المستشفى اللي هو انا استعنت بمستشفى حميات عشان هدم المستشفى، مستشفى حميات طاقتها صغيره. طيب انا عندي طريق ايه الصحراوي ادفو اسوان القاهره بتفرعات، الحوادث بتصب في مستشفى ادفو، مرسى علم بتصب في مستشفى ادفو، اسوان القاهره الزراعي بتصب في مستشفى ادفو، الطرق الفرعيه في ادفو حوالي 300 قريه فيها طرق فرعيه حوادثها بتصب في مستشفى ادفو. اودي الناس فين؟ اوديهم مستشفى اسوان والاسعاف بمبلغ وقدره، ولا اوديهم الاقصر الدولي والمستشفى بمبلغ وقدره؟ اودي الناس دي فين؟ طبعا احنا كلنا مستعين بالنسبه للمستشفى والحاصل فيها، وان احنا هنا محتاجين مستشفى علاجي ومستشفى وعمليات وطوارئ، كل ده محتاجينه في المركز، لان احنا نعتبر اكبر مركز في محافظه اسوان من حيث المساحه ومن حيث عدد السكان. يعني النهارده بنتكلم في حوالي 500 نسمه او 500 فرد، فكل ده المفروض ان احنا بتبقى عندنا مستشفى مش اقل مثلا معلش بمستشفى اسنا جنبينا هنا، المركز اللي جنبينا. النائب حسن سيد خليل يشكر، جاب اكبر لجنه صحه في تاريخ المحافظه اللي هي اللجنه الصحيه بقياده الدكتور حماده العماري رئيس لجنه الصحه بمجلس الشعب، وصلت 2017، احنا دلوقتي في 2019. النائب مشكور برضه، عمل طلبات احاطه للوزاره وجاب القنوات التلفزيونيه وصورت. طب نعمل ايه تاني؟ احنا خالص ما حدش ذكرنا خالص، مش ميتين، يعني احنا ميتين بالحياه. احنا ميتين بالحياه. يعني احنا حضرتك ميتين بالحي، يعني النهارده مستشفى زي دي النهارده ليها اربع خمس سنين ما عملش فيها اي حاجه، ليه؟ عاد نعرف ليه بس؟ مش عاد نعرف حجم النسبة. احنا تعبانين. اروح النهارده ولدي لو تعبان باخ واوديه اسوان. تاجي خلي بالك لو اي عمل حادث، يعني معانا ولد عمل حادث اخذناه نزف يمكن اديناه له ثلاث كاس دم. ليه؟ لان المستشفى دي مش مجهزه. انا نفسي المستشفى دي ابص الاقيها ظهرت معايا، يعني مستشفى زي كان زي زمان بكل امكانياتها. يعني انا عندي نسبه برضه في نسبه فقيره جدا في ادفو محتاجه الدعم الصحي. يعني باسم اهالي ادفو بصفتي وكيلا عن اهالي ادفو، ان هو مشروع المستشفى ده ينتهي في اقرب وقت حتى تحل مشاكل الناس الصحيه. مش عاوزين حاجه ثانيه من الدنيا عشان تنفع ابني اللي في المدرسه، ابني اللي ماشي على الشارع، والناس اللي جايه عندنا دي جايه تزور المعابد بتاعتنا السياحه، والناس اللي بتاجي تروح تشوف اسوان بتبحث عن الصحراوي. يا ريت بس، يا ريت والله العظيم، يبقى بارك الله فيهم، مشكورين، وتحيا مصر، والله تحيا مصر. رجعنا لكم وتقرير ممتاز يا أستاذ رشيدي، يعني ألف شكر وتسلم إيدك بجد. التقرير كان عن مستشفى إدفو العام، وفي مشكلة كبيرة لدرجة أن في بعض الأهالي بيقولوا أن في 250 مليون محتاجينها علشان تكمل المستشفى. حضرتك قدمت طلب أحاطة بسبب مستشفى إدفو العام، عايزين نتكلم كان رد فعل البرلمان على طلب الأحاطة وإيه النتائج اللي حصلت؟ وطبعا أنا بعتبر كل كلام الأخ المواطنين الذين تحدثوا في هذه الفقرة طبعا كلامهم طبعا على واقع وصحيح، ويمكن يعني أدوا صورة للوضع الموجود في إدفو بالكامل. وطبعا لكن برضو انا احب ان احنا برضو ان احنا ندي صوره عامه لهذه المستشفى ومحادثه فيها. طبعا هو طبعا يمكن ان يعني هو تزامنت احلال وتجديد هذه المستشفى مع صدور منظومه قانون التامين الصحي الشامل، فكانت طبعا وزاره الصحه كانت بتهتم بتطوير وادخال كل معظم الميزانيه بتاعتها على المحافظات التي سيتم فيها تعميم وتشغيل وتفعيل منظومه التامين الصحي الشامل. فطبعا احنا كنت جبت لجنه الصحه، وكان طبعا بمجرد ما جت في 2017 قلنا مفيش حل لهذه المشكله الا ادخال محافظ اسوان من ضمن منظومه التامين الصحي الشامل عشان خاطر يبقى تحل مستشفى ادفو العام ويتم توفير المبالغ الماليه. الحمد لله برضو بفضل الله وطبعا بفضل زملائي في لجنه الصحه وتوجيهات برضو الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من اسوان، طبعا
ان هو طبعا داعم لينا، واللي كان فعلا له دور قوي في ان احنا نضع اسوان من ضمن المحافظات التي سيتم ادخال فيها منظومه التامل الصحي في 2020، سيتم العمل فيها ان شاء الله في 1/7/2020. يعني لسه منظومه التامين الصحي هيتم تطبيقها في على مشارف السنه الجديده، فلازم فلا بد ان يكون هذه المنظومه عشان خاطر فعلا يتم تفعيلها بصوره واضحه. تم فعلا تعديل منظومه التشغيل في داخل المستشفى، تم طبعا اغداق وتوفير معظم المبالغ الماليه اللي المواطنين نفسهم حاليا بيتحدثوا فيها. بس كان في سؤال لبعض برضو الاهالي بيتكلم عن ميزانيه الصحه في اسوان وبيسال كانت ازاي بتتوزع السنين اللي فاتت. ما هو سعادتك احنا بس عشان خاطر يعني نكمل هذا الموضوع، اولا منظومه التامين الصحي طبعا اللي موجوده حاليا تم فعلا تفعيلها وتم توفير كل المبالغ اللي الاخوه المواطنين تحدثوا عنها، وان شاء الله مستشفى ادفو العام سيتم الانتهاء منها ان شاء الله قبل 1/7/2020 عشان خاطر تخش الخدمه فعلا حسب منظومه التامين الصحي الشامل. وهناك طبعا وان لم يتم وفي برضه بدا الشغل يعني بيشتغل فيها بصوره اكثر، وان شاء الله الفتره الجايه برضه هيكون فيها شغل اكثر، وان شاء الله بطمن كل مواطنين مركز يدفو ان شاء الله المستشفى سيتم العمل بها قبل 1/7، وان شاء الله هيبقى صرح طبي على مستوى عالي فيها كل الامكانيات الموجوده. وده يعتبر سبق لينا وتصريح من حضرتك ان مستشفى ادفو العام ان شاء الله هينتهي قبل 1/7/2020. وبرضه هيبقى صرح طبي كبير، يعني هيبقى فيها دور كامل حضانات، دور كامل هيبقى فيها عنايات مركزه، هيبقى فيها ان شاء الله يعني مستشفى على مستوى عالي جدا جدا ان شاء الله. ودي هذا من ناحيه، ومن ناحيه طبعا بيتم تطوير معظم الوحدات الصحيه في الـ في الـ في المركز والمحافظه بالكامل. وبرضه في ادفو الحمد لله ان شاء الله تمام سيتم عمل 5 وحدات صحيه سيتم العمل فيهم بصوره تبقى مراكز طبيه متخصصه في الوحده في المعمريه وفي البصيريه جبلي وفي المحاميد وفي الرديسيه وفي الرمادي جبلي، وفي 2 وحدات صحيه الرمادي بحري والصعيد الجبلي. قرى للمركز؟ قرى دي هتبقى فيها مراكز متخصصه، هيبقى فيها تخصصات متعدده زي وحدات صحيه؟ وحدات صحيه بس بصوره اكثر تخصصيه، يعني هيبقى فيه كذا تخصص موجود. وفي عندي هيبقى في الصعيد الجبلي والرمادي بحري، دول طبعا داخلين ضمن منظومه الجامعه، يعني هيبقى في مستشفيات الجامعيه هي التي ستتولى اضافتهم، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله على حسب المواعيد المتفق عليها مع وزارة الصحة إن شاء الله 1/7 سيتم العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، ودي هتحل كل المشاكل الصحية في المحافظة من حيث المباني ومن حيث الأطباء ومن حيث العيادات. ودي طبعا بوجه فيها طبعا شكر أولا وأخيرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لهذه المبادرة وهذا القانون وحكومة المصرية التي قامت بتفعيل هذا القانون المحترم وهو التأمين الصحي الشامل الذي سيخدم كل فئات الشعب بدون يعني بدون توسط بدون وساطات بدون تمام يعني. حضرتك ايضا قدمت طلبات احاطه لمشكله صناعه الورق المحلي ومشكله الصرف الصحي بمركز ادفو برضه، فكنا عايزين برضه نتكلم عن نتائج طلبات الاحاطه اللي حضرتك قدمتها خاصه الطلبين دول. هو طبعا حضرتك صناعه الورق المحلي ده طبعا مهمة وطنية. عندي في ادفو مثلا مصنع من احدى المصانع الموجودة في مصر وهو الذي يقوم بصناعة الورق المحلي. هناك طبعا الفترة اللي فاتت دي كان هناك توقف لهذا المصنع لوجود اوراق طبعا مستوردة. طبعا نحن بنحافظ على الصناعات المحلية الموجودة، ومن ضمن هذه الصناعات المحلية وهو الورق المستورد اللي موجود واللي احنا حاليا بنحافظ عليه، من ناحية كصناعة محلية نحافظ عليها، ومن ناحية العمالة الموجودة فيها نحافظ عليهم بدلا من طبعا التشرد. وطبعا قفل هذه المصانع تعتبر شيء مش كويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو طبعا الذي دايما طبعا يودي طلباته ونداءاته لكل المسؤولين نحن نحافظ على هذه المصانع. صناعة الورق الحمد لله طبعا برضو من خلال القائمين على هذا المصنع من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة ونوابه المحترمين ومن خلال أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع قاموا بعمل عدة لقاءات من خلال الاتحاد العام للصناعات ومن خلال زيارتهم لمجلس النواب بخلاف طلبات الإحاطة التي تقدمت بها ولجان الاستماع في لجنة الصناعة، وإن شاء الله حاليا الموضوع على وشك الانتهاء، وهناك تفاهم كامل مع وزير قطاع الأعمال ومع وزير
الاستثمار ومع وزير الماليه، وخلال الفتره الجايه ان شاء الله سيكون هناك خبر سيسعد كل الالاف والملايين بالمصر وبمركز إدفو بالكامل، انه سيتم العمل والعوده لتشغيل هذا المصنع مره اخرى بعد حل معظم المشاكل الخاصه التي تعوق توقف هذا المصنع. طيب اما بالنسبه لموضوع الصرف الصحي طبعا مشروع الصرف الصحي طبعا ده كان من ضمن مشروعات قوميه كانت على مستوى مصر بالكامل ومحافظه اسوان من ضمن محافظات مصر. كان هناك بعض المشروعات المتوقفه من 2008 في خمس اماكن في المركز إدفو، كان هناك تفاهم تام مع وزير الاسكان ومع الهيئه القوميه للمشروعات الصرف الصحي ان هم يتم الانتهاء من كل المشروعات اللي موجوده عشان خاطر برضه نحافظ على ما تم انجازه. ان شاء الله خلال الخطه السنه دي سيتم الانتهاء من ثلاث مشروعات من الخمس المشروعات، والسنه الجايه سيتم الانتهاء من باقي هذه المشروعات. وطبعا الفترة اللي فاتت ان شاء الله برضو عملنا لجنة وقلنا يعني نعمل قرى بديلة يتعامل فيها مشروع الصرف الصحي. طلعت من حوالي سنتين عملنا لجنة من المساحة من الهيئة القومية لمياه الصرف. يعني ايه قرى بديلة؟ يعني المشروعات دي طبعا سيتم الانتهاء منها خلاص، فلابد ان يكون هناك قرى بديلة عشان خاطر تدخل مرحلة البداية في مشروعات الصرف. الصرف الصحي النهارده عشان خاطر تعمليه لابد ان يكون هناك دراسات، لابد ان يكون هناك بتعملوا مثلا محطات معالجه، بتعمل مثلا محطات رفع، ده بيحتاج ان احنا تعمل دراسات وموافقات وتخاصيص من الجهات الحكوميه. تمام. الحمد لله من حوالي سنتين كان جينا عملنا مثلا لجنه من الهيئه القوميه من هيئه المساحه التابعه للهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي. طبعا زرنا طبعا عملنا حددنا مواقع في شمال وجنوب إدفو والكلح غرب والرمادي بحري وقبلي وإدفو قبلي، وطبعا ومنطقه الشراونه بحر الشراونه قبلي. فطبعا كانت النهارده يعني مجرد اي دراسات بيتم الانتهاء منها في هذه الاماكن بيتم ادخال خدمه الصرف الصحي. تمام. فان شاء الله يعني في الفتره الجايه سيتم العمل في منطقه الكلح الغرب، وكان بدا العمل الفتره فاتت في شمال إدفو وجنوب إدفو ان شاء الله في تمام. جنوب إدفو وشمال إدفو الفتره الجايه ان شاء الله. تمام. حضرتك ايضا قدمت طلب احاطه لتقنين الاسعار بمحافظه اسوان، فانا كنت عايز اسال حضرتك هو كان في مشكله في تقنين الاسعار في المحافظه؟ وطبعا بالنسبه لتقنين الاسعار طبعا اسعار الاراضي القانون 144 عندما صدر قانون 144 سنه 2017 عندما صدر طبعا وتم تنفيذ العرض الواقع وجدنا ان هناك في اسعار مغاله فيه من اللجان التي طلعت من خلال المحافظه. الاسعار دي نفسها خلت المواطن نفسه ما يجرؤش او ما يكملش ان هو يعمل التقنين، لان النهارده المتر بدا ان هو بدل ما هو يبقى في سعر مناسب تم رفعه بصوره مغاله فيها. بعض الشروط للتقنين برضه كان فيها شيء من الصعوبه بالنسبه للمواطنين. عملنا طلبات احاطه في طبعا عملنا طلبات احاطه في لجنه الاداره المحليه، تم التصديق واقرار ان هناك يبقى تعديل لهذا القانون وصلاحيه لرئيس مجلس الوزراء ان هو طبعا يعدل هذا القانون بما يتلائم مع رغبه المواطنين وطبعا بحيث ان هو يبقى فيه سهوله في هذا القانون. كنت عايزه اسال برضو حضرتك، كنا اتكلمنا قبل الحلقه ان اسوان الاراضي فيها مش مستغله زراعيا، ازاي وليه مش مستغله وكيف يعني الدوله تتجه لاستغلالها؟ ايه اليات التنفيذ اللي ممكن تعملها الدوله عشان يتم استغلال اراضي اسوان نقول وتبديلها من صحراوي لزراعي؟ والله حضرتك هو طبعا هي يعني مشكله الزراعات هي مشكله في اسوان وفي معظم محافظات مصر، يمكن هو يمكن المشكله الوحيده اللي احنا حاليا بنعاني منها وبيعاني منها المزارعين. وهناك كان في مشروع قومي في وادي الصعيده، هذا المشروع طبعا في اثناء حدوث بعض الزراعات حدث طبعا ان هناك بعض الخلل في هذا المشروع، لان هناك بدات الاراضي تنهار وبدا يبقى فيها ما فيش صرف عليها، بدات الاراضي تغمرها المياه. طبعا فاحنا طبعا عملنا اكثر من طلب احاطه للسيد وزير الري ووزير الزراعه عشان خاطر يهتم بمشروع وادي الصعيده بصوره اكثر، يوفروا مياه فيها، يخلوا المزارع يستقر في هذه الاماكن، يعملوا مصارف بديله ومصارف حتى يتم معالجه معظم هذه الاراضي التي غمرتها المياه
عشان خاطر طبعا ده يعني ظلما على المزارع ان هو مثلا طوال الفتره دي كلها ان هو بعد ما زرع وجلع وابتدى يستقر في هذه المكان انه يسيب الزراعات بتاعته. طبعا حضرتك امين مستقبل وطن بمحافظه اسوان، ولازم اسال حضرتك عن دور الحزب في اسوان، شكله ايه، وايه النشاطات اللي الحزب قدمها لاهالي اسوان وخاصه مركز ادفو؟ والله طبعا احنا حضرتك دايما بان احنا بنستقي يعني قراراتنا بالنسبه للحزب من خلال الامانه المركزيه برئاسه المهندس اشرف رشاد رئيس الحزب. هو طبعا التكليفات بتيجي من خلال الامانه المركزيه لامناء المحافظات ويتم تفعيلها على ارض الواقع. وكانت يمكن اخر حاجه احنا كنا عملناها مبادره حياه كريمه التي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا طبقناها على ارض الواقع في اكثر من مجال، ومن ضمن المجالات التي لاقت نجاحا كبيرا في المحافظه وهو ان احنا نعمل منافذ بيع وبيع اللحوم البلدي باسعار مخفضه في معظم قرى ومراكز المحافظه. وصلنا لمرحله ان احنا الكيلو وصل الى 60 جنيه وما زلنا هذه المبادرات شغاله على ارض الواقع. وكان ادت يعني اقبال الاهالي هناك كان شكله ازاي؟ طبعا ده حاجه بقول لك لقت ارتياح جامد، خلت حتى معظم الجزارين هم يعني يتواصلوا معانا ان هم يعملوا المبادره من خلال الحزب. ودي طبعا كانت عملت يعني سعاده لدى المواطن الاسواني. واحنا طبعا ان شاء الله في الفتره الجايه برضه في هتبقى في مجموعه فعاليات على ارض الواقع خاصه مع دخول فصل الشتاء، وطبعا من خلال قوافل الطبية، من خلال يعني مساعدات خيرية، بطاطين وخلافه لمساعدة الغلابة ومحتاجين في المحافظة. طيب لما اجي طبعا اتكلم عن المرأة الأسوانية وعن دورها في الحزب، دور المرأة الأسوانية وصلت لمناصب قيادية في حزب مستقبل وطن في أسوان؟ وطبعا اكيد المرأة طبعا دي يعني يعتبر الدرع الأساسي والعنصر الفعال في كل الحياه السياسيه والنيابيه والحزبيه. طبعا دعوه سياده الرئيس في المؤتمر الاخير واهتمام بالمراه وتنصيب المراه في معظم حاليا النهارده باللاغي، هناك في وضع مختلف بتاتا النهارده عندي. المراه في اسوان حاليا محافظه اكثر من وزيره، اكثر يعتبر ربع المجلس اللي جاي من المراه، وكذلك في مجلس الشيوخ هناك توجه الى ان يكون هناك اختيار للمراه بصوره اكثر فعاليه. احنا كحزب لابد ان يكون لنا نفس هذا التوجه، وفعلا المراه حاليا نحن في تشكيلاتنا بالكامل لابد ان اراعي تمثيل المراه تمثيل يليق بوضعها الثقافي والاجتماعي والمجتمعي، ودورها كأم ودورها كسيده اعمال ودورها التنموي والمجتمعي وفي في في كل مناحي الحياه. النهارده طبعا هي طبعا شريك معي في الحزب وتمثل بالنسبه لي قامه كبيره لما تمثله من قوه في داخل المجتمع الاسواني خاصه. تمام، اتكلم برضو عن دور الشباب في الحزب. وطبعا العنصر الثاني برضو الفعال اللي احنا برضو لابد ان احنا نهتم به وتهتم به كل القيادات السياسيه وهو دور الشباب. وحاليا كل القوانين التي يتم طرحها من خلال مجلس النواب او مجلس الشيوخ او قانون الاداره المحليه، وكذلك توجهات الاحزاب ان يكون هناك تمثيل للشباب بصوره اكثر قوه واكثر فعاليه لما يمثلونه من قوه داخل المجتمع في مصر بالكامل، ولهم افكارهم العاليه التي لابد ان نهتم بها. تمام. ونضع لهؤلاء الشباب سريعا كده لان الفقره اوشكت على الانتهاء، اتكلم عن استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانيه والمحليه القادمه. وطبعا الحزب بالنسبه لنا حزب مستقبل الوطن في اسوان، او بالنسبه لنا برضو احنا بناخد تعليمات الامانه المركزيه. طبعا النهارده الحزب لابد ان يهتم اهتمام خاص بالجانب السياسي وهو الاستعداد لخوض الانتخابات من خلال اختيار عناصر فعاله في كل تشكيلاتهم من خلال الوحدات الحزبيه وتشكيلات هيئات مكاتب المراكز والمحافظات، واختيار الانصب والاصح في هذه التشكيلات حتى يتم الدفع بهم بصوره او باخرى لخوض المجالس المحليه والمجالس النيابيه والشيوخ. تمام. سياده النائب نورتنا النهارده في برنامج مصر وناسها. اشكر حضرتك جدا النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائره ادفو وامين مستقبل وطن بمحافظه اسوان وعضو لجنه الصحه بالبرلمان كمان، نورتنا النهارده واحنا سعداء جدا بالحوار مع حضرتك وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى باذن الله. شرفت بحضرتك وباللقاء هذا الجميل. ربنا يبارك فيك. واحنا طبعا شكرا لكل مشاهدينا. انتظروني بعد الفاصل وبرنامج مصر ونسهم مكملين معاكم ان شاء الله.
رجعنا لكم مشاهدينا مشاهدي برنامج مصر وناسها بعد الفاصل. النهاردة معانا فقرة مميزة وفقرة نسائية كده، هنتكلم عن تمكين المرأة في المجالس النيابية ومجلس الشيوخ والنواب والمحلية والمجالس المحلية أيضا. لما أجي أتكلم عن السيدة المصرية، السيدة المصرية من أعظم سيدات العالم، كانت ملكة حينما كانت نساء العالم جواري، تقلدت جميع المناصب القيادية والسياسية في الحياة المصرية، كذلك مارست شؤون الحكم بدرجات مختلفة، وخرجت مع أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني، وللأسف في هذه السنة تم حرمانها من ممارسة الحقوق الانتخابية والمشاركة السياسية. وما زلنا في القرن 21 بنطالب بالمزيد من الحقوق النسائية وحصول المرأة المصرية على مزيد من المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسية. النهاردة فقرتنا عن تمكين دور المرأة في المجالس المحلية ومجلس الشيوخ والنواب، ومعانا الأستاذة أمل سلام أمين عام المرأة للحزب العربي وعضو تحالف الأحزاب المصرية لاتحاد المرأة وعضو الهيئة العليا لاتحاد شباب عمال مصر لشؤون المرأة وأمين عام المرأة للمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة أبناء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك، الطيب الكبير جدا. أنتوا اللي جايبين البيانات. خدنا الفقرة في تعريف. والله يعني نورتي برنامج مصر وناسها، وإحنا بجد يعني سعداء بوجود حضرتك معانا. أنا اللي سعيدة. معانا كذلك وكالعادة منورنا المستشار محمد مجدي صالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الوطني للتنمية وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك. لما أجي أتكلم عن دور المرأة في المجتمع المصري، دورها أنت شايفاه إزاي في الحياة السياسية والمشاركة؟ شايفاها وصلت لحقها كاملا في المشاركة السياسية ولا لأ ما زالت تحتاج من المزيد للحصول على حقوقها السياسية؟ والله الأول أنا مش حتة إن أنا شايفاها وصلت أم وصلتش، إحنا كلنا شايفين، ويمكن معظم الرجال دلوقتي بيتكلموا بيقولوا إن عام 2017 لحد الوقت الحالي هو كان عام تمكين المرأة بفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبصراحة مش أنا بس اللي شايفة، الكل شايف إن إحنا أخدنا حقنا بالكامل. طبعا إحنا برضو لازم نذكر التصريح اللي قاله في المؤتمر، قال أنا مش هوقع على قانون لا ينصف المرأة، فده يعتبر انتصار برضو للمرأة المصرية. وفي نهاية المؤتمر بتاع شباب العالم قال إن المرأة كتفا بكتف مع الرجل في جمهورية مصر العربية. طيب لما أجي برضو أوجه سؤالي للأستاذ محمد مجدي، هي المرأة المصرية وصلت لمناصب عليا كتير قوي وشاركت في الحياة السياسية والحياة الانتخابية، ولكن حضرتك شايف ان ثقافة الرجل المصري ثقافة يعني تسمح بمشاركة المرأة، ولا العمل حاجة والثقافة او المجتمع المصري ككل يعني نقول ثقافة مختلفة تماما وما زال في عنصرية في المجتمع؟ انا هقول لحضرتك حاجة، انا اولا سعيد جدا ان انا اكون معاكم النهاردة في فقرة تخص المرأة المصرية. المرأة المصرية في لا احد يستطيع انكار دورها في خلال المئة سنة الأخيرة، مش في خلال السنوات الأخيرة بس، في خلال المئة سنة الأخيرة من ثورة 19 لغاية 2019 بدأت يكون في دور للمرأة، المشاركة في الثورات مرورا بثورة 19، ثورة يوليو. ثورة 19 كانت برضو بداية لحرمان المرأة من ممارسة حقوقها السياسية في بعض الانتخابات. لا طبعا، هوضح لحضرتك بس حاجه، بدليل ان احنا ما زلنا يعني جالسين النهارده وبنناقش حصول المراه على حقوقها السياسيه. المراه المصريه على مر التاريخ كانت ملكه وكانت وزير وكانت قبل يمكن العصر الحديث. طيب. فليه احنا ما زلنا هو بدون قطع كلام، بدون قطع كلام، المراه المصريه منذ بدء الخليقه بكتاب الله وسنه رسوله تمام تتمتع بكامل حقوقها، تتمتع بكامل حقوقها، والدين قبل اي حد مديها كامل حقوقها. فالموضوع ما نقدرش حتى نقول حتى الدين، ما هي الثقافه بقى. هقول لك حاجه، احنا لو قعدنا بعد 100 سنه تاني هنناقش في حقوق المراه، هنناقش في حقوق الرجل، التغيرات اللي موجوده في المجتمع بتتغير ما بين لحظه والتانيه، تغيرات التفكير. حضرتك بتتكلمي على استيعاب الرجل الشرقي
المرأة المصرية أو العربية عموما حقوقها السياسية. لا لو كده حضرتك يبقى احنا هنراجع 100 سنة اللي فاتت، حضرتك هتشوفي مدى استيعاب الرجل الشرقي تمام للتغيرات اللي حصلت في مصر. انا عايز اعرف من حضرتك الوقت الحالي، لا يعني احنا دلوقتي المراه يا فندم بتمثل بتمثل 48% في مشكله ان المراه تصل لاي منصب قيادي في المجتمع. الست النهارده بتمثل 48.9% من عدد سكان مصر تمام، يعني نسبتها هي نسبه الرجل. في مجتمع في الدنيا هيشتغل بنص امكانياته؟ ما فيش مجتمع في الدنيا ممكن يقوم بنصف الامكانيات. نفس السؤال انا هوجهه لاستاذه امل وهشوف رد استاذه امل على ثقافه الرجل الشرقي والرجل المصري خصيصا. هي بتسمح بممارسه المراه المصريه لحقوقها السياسيه والانتخابيه في الوقت الحالي؟ ايوه، لان احنا لو شفنا دلوقتي تمثيل المراه ككام وزيره عندنا في مجلس الوزراء، يعني شوفي اهم الحقائب شايلها وزيرات، وكام محافظه يعني بدءا من المهندسه ناديه عبده حاليا محافظ دمياط مراه، يعني ده تمثيل يؤكد اهتمام الـ انا مش بتكلم على وصول المراه، لان المراه القوانين هي اللي بتدي لها حقوقها السياسيه، ولكن انا بتكلم على ثقافه الرجل. الرجل انت شايفاه الثقافه عموما في الشارع في البيت، شايفه ان الرجل لما اجي اتكلم دلوقتي ان الراجل يسمح لزوجته ان هي تصل لمنصب قيادي وهو لا؟ ما هو انا بتكلم على ثقافه المجتمع ككل. الثقافه اتغيرت، اللي انا شايفاه دلوقتي ان بجد كان الاول بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، لا بجد دلوقتي وراء كل امراه عظيمه رجل. انا شايفه ان الراجل دلوقتي بيساند زوجته وبيساند اخته وبيساند بنته ان هي توصل لاعلى الاماكن واعلى المناصب، وبيتمنى ان هي كمان تكون افضل منه في الاماكن دي، بدليل ان معلش برضو حضرتك النهارده بتقدمي برنامج، والفضل برضو ان اكيد زوجك سمح ان انت تخرجي وانك انت تشتغلي، وفي نفس الوقت ان انا قاعده برضو وياكم هنا، وفي وزيرات في اماكنهم. يعني مش معقوله تكون الثقافه ما اتغيرتش، اكيد الثقافه دلوقتي اتغيرت. وهقول لحضرتك حاجه، حضرتك ما تقدريش تحكمي على مجتمع كامل من وجهه نظر حد. انا لو ينفع اقول رايي انا هقول انا مختلفه تماما معاكم، لان الرجل المصري اللي في الشارع، مش هتكلم على الشغل ومش هتكلم على يمكن المقربين. حضرتك بتتكلمي على العموم؟ بتكلم على العموم، انا بتكلم لا على العموم ما تقدريش تقيمي. على العموم في محافظات بتختلف عن اخرى، يعني بما اني انا يعني حضرتك اتكلمت عن المراه في الدين الاسلامي وتكريمها، ولكن احنا ما زلنا بنطالب بمراسه المراه للان، يعني بعض المحافظات في الصعيد مش بتعطي للمراه حقوقها في المراسه. ده ايه يا فندم، ده قانون ولا عادات شخصيه؟ ما هي عادات، ما انا بتكلم على ثقافه مجتمع فندم. لا يا فندم، العادات الشخصيه احنا غير مسؤولين عنها، الدوله قوامها القانون. قوامها القانون. حضرتك لما تقيمي دولة بتكرم المرأة أو تهينها على حسب قوانين الدولة ودستورها، دستور مصر من 2014 حط 21 مادة كاملة لحقوق المرأة، المادة 11 ساوت ما بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والمهنية. حضرتك الوزارة المصرية بتحوي نسبة 25% منها سيدات. أنا قلت أختلف مع حضرتكم بدليل إن في بعض الوظائف لما بتبقى مطلوب يعني عنصر نسائي، في بعض الجمل بتبقى يعني لازم حسنة المظهر وجميلة والحاجات حسن المظهر مطلوب، حسن المظهر ملوش دعوة، حسن ملوش المظهر يا فندم مطلوب للراجل أو الست في شغله، ملوش علاقة بالشغل. حسن المظهر هو لما يبقى مؤكد على العنصر النسائي بالذات، فهنا في خلل في المجتمع. طيب هرجع برضو أكمل كلامي عن رأي حضرتك في الدور اللي بتقوم بيه الدولة للمرأة المصرية. ما أنا لسه موضحه لحضرتك إن دور الدولة إن دور الدولة في دعم المرأة المصرية ابتدى من سنين طويلة، مش من دلوقتي. جت فترات، وطبيعي إن بيمر بالبلد فترات فيها ما بين صعود وهبوط. طيب. في حقوق الناس. كلمني عن كوتة المرأة. كوتة المرأة حضرتك، كوتة المرأة بالنسبة للدستور الجديد تمام، والتعديلات الدستورية التي تم إقرارها بتتجاوز نسبة 25% من المجلس، يعني هيكون عند حضرتك أعضاء برلمان نسبتهم هتتجاوز 90 عضو برلمان داخل المجلس. في مجلس 2012 كانوا 12 كانوا 12 سيدة داخل البرلمان المصري، النهارده 90 سيدة داخل البرلمان المصري. هنا بقى كيف بيتم اختيار المرأة لخوض الانتخابات؟
الأول أنا هكمل على الكلام اللي هو قاله إن كمان عندنا قانون المحليات يمكن هيكون في مجلس النواب يوم الأحد اللي جاي ده في جلسة علنية، والمرأة ممكن تشارك بنسبة 13,000 بس في المجالس المحلية، يعني عدد 13,000 مرأة هتكون مشاركة في المجالس المحلية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. تمام. ماشي، دوت ما اداش المرأة دلوقتي حقها إن احنا يكون في المحليات 13,000 سيدة. بعد كده كتير صراحة. طيب طيب نيجي بقى إيه دور الأحزاب؟ إيه هي دور الأحزاب الفترة اللي جاية؟ في اختيار المرأة المرشحة للمحليات ومجلس الشيوخ والنواب. تمام، دور الأحزاب إيه؟ اولا انت اقترحتي شيء او اتكلمتي في الرجل بيسمح للمراه للمشاركه في العمل السياسي ولا لا. بيتهيالي الاحزاب دلوقتي بدات ان هي تنظم دورات وتعمل مؤتمرات وتعمل توعيه، وتعمل التوعيه دي عن طريق تثقيف الرجل نفسه علشان يساعد في اختيار المراه اللي هي ممكن تنزل الانتخابات الفتره اللي جايه سواء محليات او نواب او شيوخ. فأصبح الـ الأحزاب عليها عبء جامد جدا 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 في تأهيل المرأة وتأهيل الرجل نفسه من خلال الدورات اللي هي بدأت تعملها والمؤتمرات والتوعية الثقافية اللي أصبحت متبنياها الأحزاب حاليا. تمام. لما اجي اتكلم برضو عن دور الأحزاب ودور المرأة في الأحزاب المصرية، حضرتك شايف ان المرأة وصلت لقيادات المناصب القيادية في الأحزاب عموما؟ يا فندم، الأحزاب دلوقتي المرأة فيها بتتمتع بصلاحيات قوية جدا، بتتمتع بأنها متمكنة من أكتر من أمانة في بعض الأحزاب. بعض الأحزاب الكبرى اللي موجودة هتلاقي نسبة الأمانات فيها تتجاوز نفس النسبة اللي قلناها لحضرتك، 25%. ولكن ليه أنا ما شفتش امرأة رئيس حزب يا فندم؟ لا، في زي إيه؟ لا، في رئيستين لحزبين موجودين في تحالف الأحزاب المصرية بترأسهم سيدة، يعني في سيدتين رؤساء أحزاب، وفي سيدة برضو كانت في دكتورة. أنا للأسف حلقتي انتهت وفكرتي انتهت. أشكر الأستاذة أمل سلام أمين عام المرأة للحزب العربي وعضو تحالف الأحزاب المصرية لاتحاد المرأة، نورتينا النهاردة يا فندم، وكنا سعداء بجد بالحوار مع حضرتك. وأشكر المستشار محمد مجدي صالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الوطن للتنمية وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، نورتنا النهاردة يا فندم. ومكملين إن شاء الله حلقاتنا ببرنامج مصر وناسها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.